ساعات بلا حدود مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا مستمعين الكرام، يا مساء الفل، يا مساء المحبة، يا مساء أحلى لقاء. مسائي يتجدد معكم ويتواصل معكم ببرنامجكم اليوم اللي بطلع عليكم من خلال أنا أمين العبد الله. يوميا بنتلاقى مع بعض بطاقات بلا حدود من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى مدار ساعة كاملة من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. أكيد شهر جديد بيطل علينا، ما بقى إلا شهرين على نهاية السنة الميلادية. خلينا نحاول إن ننهي هذه السنة بكثير من المحبة، بكثير من التفاؤل. أسبوع جديد أيضا بيمر في حياتنا، خلينا مثل ما بقول لكم كل مرة، هذا الأسبوع نحط اللوحة أو نحط الورقة مالتنا ونلونها بالألوان اللي إحنا نحبها. موضوعنا لليوم مستمعينا الكرام موضوع جدا رائع، موضوع جدا جميل. اليوم رح أتكلم، رح نسولف مع بعض عن موضوع، عن 6 عادات رائعة بيقوم فيها أنجح الأشخاص، لكن متى؟ المرة هذه العادات بيمارسونها قبل النوم. احنا بنعرف كثير من الأشخاص عندهم عادة، يعني مثل المطربين في حاجة مثلا بيسوونها، أو حتى المذيعين بالتلفزيون أو الراديو في عندهم شغلة معينة أو في معين بيسوونه قبل ما يطلعون. رجال الأعمال أو الأشخاص الناجحين في حياتهم عندهم أيضا سلوك أو طريقة معينة بيمارسونها في حياتهم علشان يصحون من النوم وهم على أكمل وجه. هذا اللي رح نتعرف عليه اليوم، شنو هذه 6 العادات اللي بيقوم فيها أنجح الأشخاص قبل النوم. أيضا أنتوا إذا كان عندكم عادة معينة شغلة بتقومون فيها، أيضا شاركوني مستمعين الكرام على أرقامنا اللي دائما إحنا بنقولها لكم على مدار 24 ساعة على جميع برامج ألف ألف أف أم، STC على 84770 موبايلي 640660 زين 74626، واللي حابين تشاركوا معايا بشكل مباشر كل اللي عليكم تمسكون جوالكم وتتصلون على 012-61-61-100 وصفحتنا بالفيسبوك وتويتر، لا تنسون على ألف ألف أف أم وتمين العبدالله A3M4E. طاقات بلا حدود مع أمين العبدالله. يا مساء الفل، يا مساء الورد، أحلى مساء لكل مستمعينا، تقبل الله منكم جميعا يا ربي. يعني أحمد البغلاني كتب يسعد مساك مساء المستمعين أختي أمينة، وحط ورد موف، حيل حيل روعة يا أحمد، شكرا لك. لكن إيش رأيكم نخلي المنشن، نخلي ورد موف، يلا رح أرتوت الجميع لكل اللي رح يحط ورد موف زي ما حط أحمد، رح أرتوت لكم كلكم، يلا أبغى الآن هجوم. أكيد كل الشكل لكل اللي بدأوا يرتوتون لحلقة طاقات بلا حدود، لحلقة اليوم اللي رح نتكلم فيها عن 6 عادات رائعة بيقوم فيها أنجح الأشخاص على مستوى العالم قبل النوم، مش أول ما يصحون أو أثناء دوامهم، لا قبل ما ينامون. كل الشكل لكل اللي بدأوا يرتوتون، أحمد البغلاني ORG.SA وعبد الله العمودي، ها إن شاء الله رديت من الصيني عبد الله، عبد العزيز المطيري وأحمد إسماعيل، عبد الرحيم، عبد الله سامح، طاها، رؤية أو نورة في ديت قلبك، عبد المطلب الملاوي، السيد العبادي، محمد الغامدي، رجين الحداد، عدان مرغلاني، وأيضا الإعلامية خلود. احنا كلنا بنعرف ان في طقوس بيقومون فيها بعض الاشخاص، سواء كانوا يعني مطربين، فنانين، شنو ما كانت وظائفهم، في طقوس معينه بيسوونها قبل مثلا ما يبدون ممارسه عملهم او حتى قبل النوم. عشان كذا يعني قبل انك يعني قبل ما تروح للنوم، انجح الاشخاص عشان يعززون ابداعاتهم ويعززون اوقاتهم، في عادات بيقوم فيها هؤلاء الاشخاص صباحا بعد الاستيقاظ، يعني بنعرفه مثل تنظيم جدول العمل، أو بيبدون مثلا صباحا بيشربون قهوة، بيقرون مثلا خلينا نقول الصحف. لكن طبعا هذا الشغلة بتزيد من إبداعهم وبيعطيهم وقت وجهد أقل، لكن إحنا مو بهالنقطة هذه، إحنا بنقطة ثانية. من وقت للثاني اليوم الكثير يعني عشان بيكون عندك عامل قوي في تنشيط عقلك وتعزيز إبداعك، هو هذا الوقت متى بيكون؟ قبل النوم. تخيلوا الساعات أو بالذات الساعة اللي قبل النوم تلعب دور قوي
بالذات وقت الاسترخاء والاستعداد الجيد لليوم التالي. 6 عادات راح أعطيكم إياها، إذا قدرتوا أنكم تمارسون جزء منها راح تعزز عندكم الإبداع وترفع من مستوى. مو طبعا الواحد يروح ينام وهو ما كل مجبوس لحم أو دياي ولا إدام، هذه طبعا بتخلي النوم كله كوابيس وبتقلل الإبداع. أول عادة عندنا اليوم راح نتكلم عنها اللي هي القراءة لمدة ساعة. بيل جيتس، تخيلوا بيل جيتس كان قارئ متعطش وباستمرار، ما بالذات قبل النوم، قبل النوم حتى يعني تقريبا بساعة كان بيل جيتس بيخصص ساعة كاملة بيقعد يقرأ فيها الموضوع اللي يطلع على باله، أي موضوع أي كتاب بيكون يعني جنب إيدينا بيمسكه ويقرأ فيه، أحداث سياسية، أحداث مرت على مدار اليوم. بجانب الاستفادة والمعرفة الهائلة اللي ممكن إحنا نحصل عليها من خلال القراءة، القراءة يوميا تخيلوا مستمعين الكرام شو اللي بتعمل عليه، تعمل على أنها بتقلص الضغط العصبي وبتحسن أيضا الذاكرة. هذه وفق دراسة عملتها وأجرتها جامعة سيكس الإنجليزية عام 2009. تخيلوا يعني بتعمل القراءة يوميا قبل النوم بتعمل على تقليص الضغط العصبي وتحسين الذاكرة. أيضا أثبتت الدراسة أن القراءة لمدة 6 دقائق فقط، تخيلوا كم دقيقة؟ 6 دقائق فقط كل يوم ممكنها تقلص لك الضغط العصبي بنسبة تصل إلى 68%، شيء روعة. علشان كذا المفترض أن إحنا ما نتردد، 6 دقائق ما رح تأخذ من وقتك شيء. أيضا من المنافع اللي ممكن ترجع علينا من القراءة قبل النوم، قراءة كتاب، قراءة جريدة، قراءة رواية، قراءة القرآن الكريم صفحة. بتحمل القراءة طبعا الكتاب، خليني أقول الكتاب اللي أنتم بتحبونه أو اللي أنتم تستمتعوا أنك تقرونه، لأن قبل النوم لازم تكونوا مسترخين. إذا قريتوا باستمتاع والتركيز رح يعمل على منفعة كبيرة، رح يعمل على تفتيح العقل وتنشطه بكل مرة بتقوم أنت بقراءة أشبه بساعة يومية. هذه بتعتبر ساعة عبارة عن تمرينات لعضلات، وتمرينات بالذات العضلات شنو؟ عضلات العقل. أيضا لما تقوم إلى النوم، لما تحاول أنك تدخل في النوم بيصبح العقل منفتح ومتنشط بطريقة هائلة، ولأنه بيكون في أتم الاستعداد. كل اللي يحتاج عقلك في هذه الفترة هو قسط من الراحة علشان الصبح يقدر يعمل بكفاءة. ثاني عادة المفروض أن إحنا نمارسها أو من الطقوس اللي المفروض إحنا نقوم فيها أو كانوا يقومون فيها أنجح الأشخاص قبل النوم، هي الانفصال تماما عن العالم الافتراضي قبل وأثناء النوم. بعد قضاء يوم مرهق صعب في العمل، ماكو أحد فينا أكيد ما بيقضي يوم صعب ومرهق في العمل، كل اللي بس ينقصنا شغلة واحدة أن إحنا يعني كأن اللي بينقصنا شغلة واحدة أنه بنقعد آخر دقائق بنمسك الجوال بنقعد نطالع فيه، بنقعد نفرفر فيه يعني، أو حتى اللابتوب الآيباد. وعلى فكرة ممكن يكون شغلنا كله أغلبه من خلال الإنترنت. هذه بتعتبر واحدة من العادات الصعبة اللي المفترض إن إحنا ندرب أنفسنا إن نبطلها، نحاول إن نبتعد تماماً عن الإنترنت والهواتف الذكية الموبايلات اللي في أيدينا قبل النوم. ليش؟ لأن الدراسات بتقول اللي أجرت في جامعة هارفارد بالذات إن الاضطرابات اللي بتسببها الهواتف الذكية أثناء النوم، كشفت إن وجود الهاتف بجانبنا أثناء النوم، تخيلوا بجانبنا، مو بس إنه ماسكينه بيدنا، لا حتى لما تحطه بالكومودينة جنب راسك بكفيل إنه إزعاج، إنه بيزعج إيقاع النوم عندك، إيقاع النوم الطبيعي، لأنه بيجبر عقلنا الباطن، بيجبر أجسامنا على التفكير في أشخاص. طاقات بلا حدود مع أمينة العبد الله. خلينا نكمل العادات الستة اللي بيقوم فيها أنجح الأشخاص. قلت لكم أول شغلة هي القراءة، الشغلة الثانية هي انفصال تماما عن العالم الافتراضي قبل وأثناء النوم اللي هي الجوالات. في واحد بيسأل تويتر بيعتبر أيضا من الشغلات اللي بتقلقنا أثناء النوم؟ إيه طبعا، حتى الإنترنت، عفوا إيه الإنترنت،
ليش؟ لأن في دراسة قامت فيها جامعة هارفورد عن الاضطرابات اللي بتسببها الهواتف أو موبايلاتنا أثناء النوم. وجود الهاتف جنبك، بس جنبك، مجرد أنك ما بتحط على الكومودينة جنبك، هذا كله بيجبرنا على التفكير في أشخاص أو أشياء إحنا بنتعلق فيها. يعني مثلا بقعد أفكر في الشخص إنه راح يرسل لي SMS أو في الفيسبوك أو في تويتر، كل هذا بتقلقني أثناء النوم. أيضا الدراسات أثبتت إن الضوء، تخيل الضوء اللي بيطلع من الموبايل، الضوء يعني مو ساعات في ضوء، إذا أحد رسلنا شغلة بيقعد في ضوء أحمر أو أبيض، الضوء اللي بينبعث من شاشة الموبايل، تخيلوا هذا كله بيقوم بعمل إيه؟ بيقوم بعمل إرهاق العقل. وأيضا مو بس إنه بيرهق عقلنا، بيمنع من إنه يفرز مادة كيميائية. المادة الكيميائية سبحان الله ربي خلقها لأنها بتؤدي إلى الاسترخاء، وإن الشخص بيدخل في نوم جدا عميق، يعني يغوص في النوم بسرعة وبدون أي جهد وبدون أيضا قلق. كل مرة رح تمسك جوالك قبل ما تنام وتقعد تفرفر فيه في تويتر، إنستغرام، تدخل على إيميلك، تدخل على مواقع في جوجل، كل هذه كلها رح تفقد يعني بتفقد النظر إلى الشاشة، رح تمنع المادة الكيميائية هذه اللي قلت لكم عليها، رح تمنعها من الإفراز، عشان كذا رح تسبب عندنا اضطرابات النوم. أغلب اضطرابات النوم اللي إحنا بنعاني منها من هذا الشغلة. ثالث شغلة يعني كثير يقولوا الله أمينة نسويها، ما في أمل، ما رح نسويها، لا نقدر نسويها، إيه هي المشي حق يعني شوي من الوقت. خليني أقول المشي لبعض الوقت، من اللي كان يسويها؟ اللي كان بيسويها الرئيس التنفيذي لشركة بفر اللي هو جويل جاسوكين، دائما كان بيمارس عادة المشي، بيخصص ساعة كاملة قبل ما ينام بيمشي فيها في مكان هادي. تخيلوا لما سألوه قالوا له أنت ليش بتمشي، ليه بتمشي قبل ما تنام ساعة كاملة؟ قال لأن المشي لجزء من الوقت أو بعض من الوقت، ساعة أو نص ساعة، بيساعدني في إني أتخلص من الأفكار اللي كانت معايا على مدار 24 ساعة، اللي كانت معايا طول اليوم، مثل التفكير في العمل، التفكير في اليوم بكرة أنا إيش رح أسوي، إيش ورايا، التليفونات اللي جاتني، المواقف السلبية. لما أمشي مدة ساعة قال هذا الشغلة بتريح عقلي قبل النوم عشان أقدر إني أستعد اليوم التالي. أبد ماكو شيء يمنعنا أن نأخذ قسط من الراحة، أن الواحد يأخذ قسط من راحة العقل قبل التفكير. جانب استراحة العقل والتوقف على التفكير، هناك بعض الفوائد أيضا من المشي اللي أثبتتها الدراسات، وهي يا ترى شنو؟ أثبتت أيضا أن المشي لبعض من الوقت يوميا، تخيلوا يوميا قبل النوم، مش عشان نحرق الدهون، لا، قبل النوم يزيد من القدرة الإبداعية عند الشخص. الله، لأنك أنت لما تمشي، أي واحد فينا يعني تخيلوا، كل واحد يتخيل نفسه لما يمشي بيصير بيكون بيطالع قدامه، ما بتقعد بتناظر اللي حوالينك. العقل هنا بيصير يعني بيستخدم كافة طاقته للعمل والتفكير، من هنا يبدأ العقل بياخذ قسط من الراحة، تبدأ أيضا الأفكار الإبداعية بتهطل عليك مثل المطر. إذا كنت بتعاني من مشكلة ما لقيت لها أي حل، حاول إنك تلاقي مكان هادي أو مكان تحب إنك تتمشى فيه في الليل، على البحر، جنب بيتك، وين مكان. رابع نقطة معانا لليوم اللي هي التأمل. عجبتني أنا نقطة التأمل. التأمل هذه من العادات اللي كانت قبل النوم، اللي كانت بتمارسها من أنجح الشخصيات العالمية اللي هي أوبرا وينفري. دائما اعتادت أوبرا قبل، يعني خلينا نتعلم من أوبرا الشغلة دي. تعودت أوبرا طوال مسيرتها المهنية على أنها تخصص وقت معين قبل النوم بتصفي ذهنها تماما. شلون بتصفي؟ من خلال التأمل، تتخلص بتقول من أعباء التفكير، وبتستعد أيضا لليوم الثاني من خلال التأمل. وفي بعض الدراسات أنا قريتها وجبتها لكم، بتقول إن عملوا دراسة على 19,000 شخص، تخيلوا 19,000 شخص كانوا بيمارسون التأمل يوميا قبل النوم، النتائج كانت مبهرة. ساعدهم التأمل، ساعد 19 شخص إن بيقلل الضغط العصبي وأيضا العقلي،
ومو بس كده بيقلل الضغط العصبي والعقلي، لا أيضا بيقلل عندهم القلق والاكتئاب وأيضا الألم. خلينا نحاول نخصص بعض من الوقت للتأمل، مثلا نطالع السماء عند شباكك، فوق شباكك وتأمل، اقعد تأمل وحلو. ممكن تجلس مكان هادي على البحر، عندكم روف أو سطح حلو، اطلع أخذ شيء بارد واشربه وقعد تأمل السماء. خامس شغلة قبل الأخيرة اللي هي استخراج الإبداع من الليل، تخيلوا. هذه من العادات يقول لك الرائعة اللي بيقوم فيها أنجح الأشخاص قبل النوم. يمكن إن الليل بيخفي كمية كبيرة من الإبداع اللي احتمال إحنا ما نتخيلها. يقول لك يعني مثلا إذا كتب الأشخاص اللي بتعمل في التصميم الأشياء اللي كلها إبداعية، كلها ابتكارات، كلها تصميم، اللي كل اللي عليك إنك ذهنك لازم يكون خالي وصافي، تخيل طوال اليوم وتشغله آخر الليل. هذا بحث أجرته كلية البيرون الأمريكية، أجرت بعض الدراسات على النشاط العقلي والذهني وتأثيره على الإبداع في أوقات اليوم المختلفة، وكشفت الدراسة أن أنسب وقت عشان تحصل فيه على الإبداع والإلهام هو الليل، وبالذات وقت قبل النوم، لأن الجو بيصبح هادي مع الضوء بالذات الخافت اللي بيؤدي إلى استراحة العقل وبتطلق عنانك وأفكارك للإبداع. عشان كذا إذا كنت من الأشخاص اللي بيعملون في أي عمل بيكون متعلق برسومات مثل التصاميم، سواء كنت تصميم ديكور، إعلانات، whatever، حلو إنك ما تجهد نفسك كثير طوال اليوم وتحاول إنك توفر وقت لازم إنك تنهي هذا العمل في الليل. صراحة في كثير، أنا من الناس اللي سبحان الله بس أحط راسي على المخدة على طول بتنهل الأفكار، ليش ما أدري، شكلي من الناس هذول. آخر نقطة معانا اليوم اللي هي التخطيط لليوم التالي. مجرد فكرة التخطيط للصبح ممكن تشكل عبء كبير علينا، ممكن تضيع كثير من الوقت بدون فائدة. بعد الدراسات أيضا اللي أجريت على بعض طلبة المدارس كشفت أن الطلبة اللي بيخططون قبل النوم استطاعوا أنهم ينظمون وقتهم بشكل أفضل وحصلوا على درجات أعلى، وخاصة في القدرات الإبداعية. الأشخاص اللي ما يقومون بالتخطيط قبل النوم بيضيع منهم كثير من الوقت في اليوم الثاني، واللي بيؤدي إلى الكسل وأيضا تشتيت العقل. بالتأكيد 100%، إحنا ما نقدر نقوم بكل هذه الأشياء الست العادات اللي قلتها، القراءة، الانفصال التام عن العالم الافتراضي قبل أثناء النوم، أو استخراج الإبداع في من الليل، أو التخطيط اليوم التالي، أو المشي لبعض الوقت أو التأمل. إحنا ما نقدر نسوي كل هالأشياء كل يوم، لكن عادة واحدة أو ثنتين من العادات الست اللي هاي قلتها لكم كفيلة إنها تغير حياتنا نحو الأفضل. اختار كل اللي عليك بس إنك تختار العادة الأنسب لك ولوقتك وتحافظ على إنك تمارسها كل يوم. وأهم شغلة، أهم شغلة إنك ما تنسى عادة الانفصال تماما عن العالم الافتراضي قبل النوم بجانب أي عادة ثانية. أكيد كل الشكر لكل اللي يعني بدوا يشاركون معاي في حلقة اليوم. أبي أعرف أنتوا هل في عادات بالفعل بتمارسونها قبل النوم؟ يا ترى إيه أو لا؟ هذا اللي رح نسمعه أكيد في الوقت المتبقي من طاقات بلا حدود. اللي حابين يشاركون معاي اليوم عبر الـ SMS مشتركين الـ STC على 847700، موبايلي 640660، زين 746262، وأيضا بالنسبة لخط هاتفنا المباشر المجاني 0-62-61-100، صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @LFLFFM وأتمينة العبدالله. أكيد كل الشكر لكل المبدعين اللي على صفحتنا بتويتر، وبالتحديد على يعني اللي قاعدين على تويتر لطاقات بلا حدود. قبل ما أخذ اتصالات على السريع رح أقول أسماء اللي على تويتر: أنا سكرينتي، شموسة الهاشمي، ماجي ديشن الجهني، منى الأحمدي، أبو فراس، نوير، أيضا فارس العروبة، فيوتشر بوي، بدر البدور، أمير الدوغ، توما راقك أو RGK84، مودي النمر، راجح الحربي، عاشق اللي يتنادر، سعود الأركاني، أحمد البغلاني. بس وين الورد؟ ماني شايفة ورد يا جماعة الخير، وين الورد اللي طلبته منكم؟ طلبت منكم ورد ولونه موف بعد.
المشتاقة للجنة. نشكرك أختي أمونة على هالنصائح، شكرا لك مواضيعك، شكرا لك عزيزتي عدنان مرغلاني. أختي أمينة التأمل في خلق الله والشؤون، أكيد دون شك فارس العروبة أهم العادات، وهي عبادة ولها أثر طيب على نفس الإنسان أكيد. زوزو أجرنا وأجركم. طيب شكرا لك هذا معنا هاوي. أيضا من اللي أبي اللي علقوا على موضوع اليوم، قاعدة في إيطاليا استرخاء، شموسة في إيطاليا يا بختك. هذا أحلى استرخاء بتمارسينا يا شموسة. رجل استثنائي يقول الغدة الصنوبرية هي غدة صغيرة في تجويف الدماغ تفرز الميلاتونين، وهي هرمون بيساعد، وهو هرمون بيساعد على ضبط عمل جسم الإنسان، بيساعد على النوم أكيد. الله عليك اتحادي 87، شكرا ليك. المشتاقة للجنة تقول أنا هذه أمنيتي أمينة، أنا من غير ما أفكر عطيتك 6 شغلات ممكن لو مارستيها ممكن انك تنامين بشكل افضل. رجل استثنائي، القراءه تعمل على تقليص الخوف وغرس الامل وتبعث الاطمئنان في نفسك دون مراوغه عند وجود اعراض غير معروفه او حاله ميؤوس منها. شكرا لك. يلا ناخذ صالح بادويس، شكرا لك. نرجع للاتصالات، ناخذ اتصال ابو ميدان صح. الو ابو منو؟ طب اللي عقبه يا فدوى، اللي عقبه اسماعيل. ايوه الو. يا هلا اسماعيل، شلونك؟ مساء الخير، حياك الله، شخبارك؟ تمام، يحييك يبقيك. سمعت اليوم تكلمنا عن عادات 6 بيقوم فيها انجح الاشخاص على مستوى العالم. شلون اليوم تكلمت عن 6 عادات بيقوم فيها انجح الاشخاص على مستوى العالم قبل النوم. طيب ايوه. انت عندك عادة معينة بتمارسها قبل النوم مثلا؟ انه والله ما في، يعني ما في عادة معينة. ماشي كذا، بس انت تحاول اني انا احاول اني افكر ايش اسوي بكرة، ايش اللي اقوم فيه بكرة اليوم الثاني. انت تدري ان هذا تقريبا من الاشياء اللي ساعات بترهق الـ 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 الدماغ، بتخلي يفكر على طول. يعني نحاول ان ننهي يومنا بنوع من التأمل، نقرأ كتاب، مارسها يا اسماعيل، وان شاء الله فارق. طيب شكرا لك، رح نطلع فاصل، لك رح ارجع واصل معكم مستمعينا الكرام. المشتاقة للجنة تقول ايش اتم الامينة بس بقعد اطالع جدران الغرفة، والله المستعان. طاقات بلا حدود مع امينة العبد الله. الله عليكم على الابداع، ماجد ايش نجهن تجنن الوردة، قاعدين يبدعون بدوري روعة صراحة، تسلموا لي. يلا خلينا نشوف، نتشارك مع بعض 6 عادات رائعة بيكون فيها أنجح الأشخاص قبل النوم على مستوى العالم. أبي أشوف أنتم أيضا إيش الأفكار اللي بتخطر على بالكم قبل النوم، أو إيش ممكن في شغلة أنتم تعودتوا أنكم تمارسونها أو تعملونها وأثمرت بالفعل معكم، عبر الاسم اللي حابين يشاركوا معي من مشتركي الاستيسي. أنا ناطرتكم على 84770 موبايلي 640660 زين 7462622 وخط هاتفنا على 0121 61 61. إيميا صفحتنا بتويتر والفيسبوك على @FM أمينة العبد الله. أحمد البغلاني بيقول الصراحة عن نفسي الجلسة السبعية وما غير أتفرج على التلفزيون، والله مخك ما نام مرتاح، إيش دعوة يعني أنت وين هي ربي؟ أبدأ أدور على اسمها. عشت قلت جنة تقول أمينة بقعد أطالع الجدران، ترى هذا نوع من التأمل. بدل طب ما طالعين الطوفة عزيزتي، مسكي لك كتاب اقري، مسكي لك قرآن اقري، أفضل من أنك تقعدين تطالعين الطوفة. أيضا رجاء الماضي عبر الاسمس، شكرا ليك وطاقة إيجابية. شكرا ليك، وأكيد أنتم بعد أكبر طاقة إيجابية. أسماء من جدة، هلا فيكي. عندي عادة قبل النوم تصفح الإنترنت، والله يعطيك العافية أمينة. عبد الله عزوز، هلا بك يا عبد الله، هذه أسوأ عادة أنت بتقوم فيها يا عبد الله قبل النوم. حتى شوف أنا قلت حتى لما تحط الجوال جنبك على الكوميدينة، هذا بيخلي مخك شغال على طول على طول، ما بتنام، ما بتدخل في النوم العميق. يعني حاول، حتى أنا شوف أنا الموبايل بقلب على وجهه وببعد أبعد ما يمكن، بحطه ممكن على التسريحة أو بحطه لو كان على الكوميدينة بحطه أبعد ما يمكن وبقلبه عشان النور لا يقعد يخلي عقلي شغال، أقدر أني أنام وأسترخي في نومي، أدخل يعني لأقصى درجات النوم. خلينا نروح عند نورة، ولا منو؟ عبد العزيز، يلا عبد العزيز، عبد العزيز، عبد العزيز، ألو يا عبد العزيز، عزيز ماكو العقبة. نورة البنورة،
هلا وغلا. هلا بك زود، حيا الله هالصوت. حبيبتي عساك بخير. تمام الحمد لله، انت شلونك يا نوره؟ الله يسلمك، حلقه حلوه وناريه حبيبتي. بعد قلبي تسلمين حبيبتي، معني شوي تعبانه اليوم بس الحمد لله انا طالع منك شفتي. بعد قلبي. ست عادات رائعه بنقوم فيها، هل تحسين العادات هذه بالفعل يا نوره لو مارسناها ممكن نتغير في حياتنا باليوم الثاني؟ مفيدة وممكن نقوم فيها كلها، مثلا بدل ما نمشي ساعة نمشي ربع ساعة وزي كذا، يعني أجمعهم مع بعض في ساعة واحدة. الله عليك. يعني مثلا بدل ما أمشي معك. إذا مثلا في ست دقائق تفيد في تخفيف الضغط العصبي وفي ساعة، ممكن ست دقائق أقرأ وست دقائق أمشي وست دقائق وجمع العادات كلها تكونت لساعة. الله بالفعل تصدقين يا نورة نقفل شيء يعني حلو. والله أنت جبتيها، أنت جمعتي، يعني أنت حسرتيها فعلا، يعني رائع، حسرتيها كلها في شغلة واحدة. أقفل الجوال، أمسك يعني أمشي وأمسك كتاب وبقرأ، هم قالوا ست دقائق فقط، ست دقائق هذه بتقلص لك الضغط العصبي وشغلات كثيرة، يعني بتحسن لك أيضا يعني حتى الذاكرة. بمشي زي ما قلتي إيه كلها في ست دقائق. الله يعطيك العافية حبيبة قلبي. أقول لك على نقطة يا لبي، يلا تفضل عبي. شوفي في طبعا أنا جاتني فترة بس حبيت يعني أسوي أقول لكم نصيحة يمكن أحد يمر فيها. طبعا في أشخاص بالفطرة منظمين اللي يقدرون يسوون عادات، في أشخاص بالفطرة غير منظمين، فالأشخاص الثانيين الأوليين ما عندهم مشكلة لأنهم أساسا منظمين بالفطرة، صح؟ أساسا هو منظم، مخه منظم، كل شيء منظم بدون أوراق ولا شيء. في أشخاص مفوضويين، أنا للأسف من الفوضوي. الفوضوي ذا يسأل كلنا حقين التنمية الذاتية يقولون لنا إحنا مبدعين. لا 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 ترى حتى مبدعين. نورة أنا بعترف على الهواء، ترى حتى أنا ساعات فوضوية كثير. حلو، بس تحاولين تتنظمين يعني إيه طبعا تبذلين جهد يعني بس إيه؟ مع الوقت تقدرين تكونين عادات. المهم ان انا من النوع الثاني، فكنت احاول اكون منظمه واتعب اتعب كثير يعني اجمع الكتب، مش عارفه اذاكر ولا كتاب ومجمعتهم كلهم عشان عندي اختبارات بعد العطله. كان العطله وقت استرخاء وضغط على نفسي، هذا عامل. بعدين كنت احاول ان انا اسوي نظام غذائي وما ادري ايش بحيث اني اركز اكثر. اللي صار ان انا كلمت شخص قال لي شوفي انت عندك هرمون الادرينالين مرتفع جدا 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 جدا، اللي هو التاهب، مثلا كانه في اسد قاعد يلحقني. فانا اقوم اركض اركض اركض، هو يعني فانا حاسه بخطر الاختبارات قربت، فانا ابي اذاكر، عندي فوبيا من الامتحانات. فاللي صار ايه، فقال لي شوفي قبل ما تنامين هذا الشاهد قولي لنفسك كلام حلو. طب حلو، قولي كلام حلو، ولا تاكلين بهارات كثير، واخر شيء اشربي مويه كثير ما بين 8 الى 16 كوب، 8 او 12 او 16 حسب القدره. شوفي لا هو عاده الماء احنا المفروض نشرب 8-2 لتر ونص، هذا المفروض اللي احنا نشربه يعني بشكل ايوه. لكن حكايه ايش اللي قلتي للقراءه قبل النوم اقول لنفسي كلام حلو. كلام حلو عجبني اليوم. شوفي هذا كان محور حديثنا تقريبا الصباح، لازم احنا ندلع انفسنا، ما نقدر نحب الناس اللي حوالينا اذا ما حبينا انفسنا ودلعنا انفسنا بالمقام الاول. كله ولنفسك عليك حق، دلع نفسك، حب نفسك، اذا ما حبيت نفسك والله ما تقدر تحب اقرب الناس ليك، لان بالاساس هذا الشيء مش مزروع ذاتيا، مش مزروع داخلك، فكيف انت راح تقدر تحب الناس العالم اللي حوالينا؟ وبنصحك نصيحه يا نوارة قلبي، ممكن تعملي لك مدونة على الانترنت وابدي اكتبي، لان انت عندك افكار كثير روعة، عندك حكي كثير حلو، يعني انا اتمنى انك تعملي لك مدونة وتبدين تحطين افكارك. الله بتوصل معك تحت الهواء. ابشري لب عيونك ولا يهمك، الحين اخلي فدوى تاخذ رقمك واكلمك حبيبتي، ولازم تعملي لك صراحة مدونة، تعملي لك اي حاجة بكرة، يعني ممكن الصحافة تتبناك ترى على فكرة من البيت يا نورة. أنا قاعدة أدرس هالشيء يا أمينة، لأن أنا رحت شو اسمه يا ربي اللي كنت تقولي لي روحي هذا المعارض الظهران وكثير، فشاورتهم وشاروا علي بأشياء كثيرة. يلا أنا حتى لمك تحت الهواء إن شاء الله، لبى قلبك تسمي لحبيبتي. يلا ناخذ فايزة. فايزة ألو، السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك يا أختي. أولا أريد أن أدخل الموضوع مباشرة، قصة مهمة ورائعة ذكرتيها سيدتي وهي قضية القراءة. أنا أقدم دورات في مجال عملي عن القراءة وكيفية القراءة وكيفية الدخول إلى عالم القراءة، ولكن مع الأسف الشديد يعني يوجد عزوب كبير جدا عن القراءة في مجتمعنا. صحيح. ولكن يعني بغض النظر عن قضية النوم أو ما قبل النوم أو ماذا يفعل الكتاب أو القراءة قبل النوم، هذا تبع القراءة قبل النوم، هناك نقطة مهمة يجب أن نركز عليها. كثير في مجتمعنا الآن من جيلنا من الشباب تجده لا يستطيع أن يتحدث بطلاقة،
تجد الطلاقة لديه فيها نوع من التأتأة، تجده إذا أراد أن يستحضر كلمة معينة يقول هذه التأتأة أو هذا التراجع عن استحضار الكلمة، الحل الوحيد لديه هو القراءة. الله عليك. ولذلك القارئ المتمكن الذي يقرأ بشكل مستمر وبشكل يومي يستطيع أن يقول الكلمة التي يريد كما يريد بالشكل الذي يريد مع من يريد وبالطريقة التي يريد وإيصال المعلومة التي يريد، وكل هذا تكون في جزء من الثاني. الله عليك الله عليك أستاذ فايز، أنا جدا سعيدة بهالمداخلة، وأنا كثير بتكلم عن القراءة وحتى خصصت يمكن حلقة للقراءة وقلت يعني حتى لدرجة أنا بفتكر شوف ما نسيتها، يمكن صار لها يمكن حلقة هذه سنة كاملة، لدرجة واحد يعني راسل تغريدة كتب لي أنت تتكلمين مع نفسك يا أمينة، قلت له مستحيل، كل واحد بيتكلم عن كل واحد بيتكلم عن نفسه، إذا أنت شخص لا تقرأ فغيرك مليون شخص بيقرأ، واللي ما يحب يقرأ ممكن سي دي يحطه بسيارته. شبعنا من الأغاني والله، شبعنا ساعات إحنا بنركب بالسيارة وإحنا شبعانين، الأغاني تتكرر، عندي سي دي وكل القنوات بتبث نفس الأغاني، خلينا أحط سي دي أستفيد منه. مع الأسف سيدتي أصبحت المسألة عكسية، الأغاني كانت عبارة للتفكه والتندر والضحك وكذا، والقراءة كانت هي الأساس، ولكن الآن أصبحت المسألة بالعكس، القراءة أصبحت شيء ثانوي، الكثير يقول أنا لا أجد وقت القراءة، لا بالعكس الوقت الأهم هو للقراءة، الله وما دون ذلك فهو للأمور الأخرى. على العموم لا أريد أن أطيل، شكرا لك أستاذي، وبالفعل حتى احنا نقدر يعني القراءة هذه صدقوني نقدر ان حتى اطفالنا، انا يعني انا بنتي صغيرة معودتها على القراءة، صارت يعني اسبوعيا بتروح المكتبة وبتشتري لها قصص قصتين ثلاثة، تخيلوا في اسبوع طفل بينهي قصتين ثلاثة في اسبوع، يعني هذه نقدر احنا اطفالنا نعودهم اغرسوها مرة يقرأ صفحة صفحتين ثلاثة، راح تلاقون أطفالكم شغوفين بالقراءة، راح تتفاجئون إنه بيجيك يعني القصة بيقراها لك عن ظهر قلب، يعطيك إياها، بيصير أي حاجة تطيح في إيده ورقة، لو ورقة روشتة مستشفى ما يقدر إنه ما يقراها. يلا خلينا نروح، تحمست واجد محمد والله أنا أفتكر كنت أجمع من فسحتي لما يعطيني إياها أبو، يلا طول في عمرك، كنت عشان أروح مع السواق أشتري لي القصص أبو 10 ريال بعد. أبو أسامة هلا فيك. لا هلا فيك يا أبو أسامة، شلونك؟ أهلين هلا حياك. من وين؟ والله من تبوك. من تبوك، يلا إيش رأيك موضوع اليوم يعني الأشخاص؟ الموضوع اليوم أنا عندي مداخلة بس عن العادات، طبعا أنا بتكلم بشكل عمومي، عندي مداخلة بس سريعة. يلا تفضل. اللي هي عن العادات السيئة أو العادات القبيحة، يعني أحيانا يكون عندنا عادات سيئة وعادات قبيحة، يعني الواحد يبغى يكتسب عادات حميدة ويتجنب عادات سيئة، أكيد. لكن يدوروا على الحلول ويدور الإنسان على حلول، لكن أنا في أحد الدورات اللي حضرتها على طريق العمل كان على يعني المدرب طرق الموضوع اللي هو عن الاكتساب العادة أو الفض عن العادة، عن عادة سيئة. حلو. يقول يعني طبعا الدراسات أثبتت أن فعلا الإنسان لما يحاول أنه يعني يتعود على عادة معينة لمدة 21 يوم الله. ويمارس هالعادة هذه حتكتسب حتضاف لنفسه عادة، يعني الآن مثلا إنسان يعني يبغى ينام بدري، خلاص نام 21 يوم لازم خلاص الساعة 10 حطها تكون نام الساعة 10 إلا أنت نايم، خلاص يتبرمج 21 يوم. يتبرمج لأن هنا صار التبرمج أيوة. أيضا حتى العادة القبيحة اللي في الإنسان يحاول يبتعد عنها لمدة 21 يوم حتى تصير خلاص ما تصير عنده عادة، يعني أنا برضه أقول لأصحاب المدخنين يعني إنه يحاول يعني يحاول مع الوقت شوي شوي لما يصل مرحلة مثلا إلى أن يصل 21 يوم منقطع عن التدخين، فيبدأ الآن هنا مرحلة عدة جزء أو كما تقول مشوار طويل جدا في إبعاد هذه العادة عنه. الله عليك صراحة جدا يعني تفضل. أي الأمر الثاني اللي هو تكلم قبل شوي عن القراءة، تكلمت عن القراءة والثقافة وكذا وقلنا شبهنا من الأغاني وكذا، لكن إحنا أنا بقول الإنسان برضو يحتاج لنفسه، يعني دائما يعني لازم يضع لنفسه برنامج أو جدول معين سواء استماع أو سواء قراءة، لأن بعض ممكن يقول ما أحب القراءة، لكن مع أن القراءة فعلا زي ما قالوا الأخوان وزي ما ذكرتوا أنتم أنها جدا مهمة، حتى أن شو اسمها أنا نسيت اسمه ده صاحب أبل، شركة أبل نسيت اسمه بيل جيتس، أنا تكلمت عن بيل جيتس قبل النوم ما يقدر ساعة كاملة يقعد يقرأ، اي حتى لدرجه ان حتى احنا مشكلتنا احنا التقنيه الان، يعني احنا صرنا ندخل البرامج التواصل الاجتماعي وكذا صرنا سوالف ودردشه وضحك وكذا ندخل على يعني بدرجه يعني قبل فتره يعني لو تلاحظين انت التغريدات كلها تغريد اغلبها بيتكلم عن اشياء نكت
سخافات، والله صراحة نعتبرها سخافات صراحة. يعني صحيح أن فيها ترويح عن النفس، لكن في بعضها سخافات. يعني من ضمن الأشياء اللي صراحة أنا أقول من هالمنبر هذا، إن والله أنا أتمنى 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 صراحة إني ما أشوف يوم من الأيام تجيني رسالة على الواتس، أو إني أشوف رسالة على على مثلاً على مثلاً تويتر ولا أي برنامج تواصل اللي هو نشر بعض، أنا بسميها صراحة نشر فضائح بعض الناس، يعني قد يكون غير مقصودة. أي يعني خلينا محمد، أنا أبو أسامة، محمد أبو أسامة أنا أعتذر منك، أنا رح أطلع فاصل سريع. تويتر عالم انفتح لنا، كل بيدخل فيها العالم بيسكب دلوة، واللي يبي يشرب من هالدلوة يشرب، واللي ما يبي يشرب لا يشرب. رح نطلع فاصل سريع مستمعين الكرام، لكن رح نرجع نواصل معكم مع طاقات بلا حدود وأمين العبدالله، فابقوا معنا. طاقات بلا حدود مع أمين العبدالله. أكيد مشاركات أكثر من رائعة على تويتر. محمد الوزير، الأذكار ومسامحة أي شخص شايف شايل في قلبه عليه قبل النوم، البدأ يوم جديد وباقة ورد ليكي أختي أمينة، تسلمي على البرنامج ناجح، شكرا لك أخوي محمد. أيضا الخاطر يقول الأذكار طبعا لازمة قبل النوم، برنامجك رائع، شكرا لكم على الكلام اللي قاعدين تكتبونه، وأيضا شكرا من الأعماق للورد الأكثر من روعة اللي بجمالكم، بالفعل بجمال أرواحكم. أيضا أكيد كل الشكر لكل اللي قاعدين بيرتوتون لحلقة طاقات بلا حدود اليوم، وأكيد كالعادة رح أشكركم شخص شخص لأنكم تستحقون، طالما كل واحد مسك يعني رتوت الحلقة اليوم بيمينة أو بيسارة رح أقول لكم شكرا. أحمد اثنين فايز الكثير الخاطر، وأيضا أبو ريان ساكن مكة، وأنس كلينتين. اللي حابين يتواصلوا معي في حلقة اليوم عبر الاسمس مشتركي الاستيسيان، نظراتكم على 84777 00، موبايلي 640660، زين 746262، خط هاتفنا 012-61-61، إن شاء الله قدرتوا أنكم تلحقوني، وأيضا عبر تويتر على @ألفألفأم وتمين العبدالله A3M4E. عادة قبل النوم أتصل على أمي أو أقرأ مجلة وأستمع للموسيقى. عزوز يقول أنا ما أقدر أنام إلين ما أكلم الوالدة، يا رب الله يخليها لك ويخلي لي أمي ويخلي كل واحد بسمعنا يخلي له أمه وأبوه تاج على راسه، واللي أمهاتهم قابلوا رب العالمين الله يغفر لهم ويرحمهم يا رب. أيضا أود أن أسأل ما سبب بعد الناس عن القراءة في مجتمعنا العربي؟ أتوقع أن هناك أسباب وراء هذا الشيء، أهمها سوء المناهج الدراسية. وجهة نظر، ممكن كثرة قراية الأطفال أو يعني من البداية يمكن تقرأ شوي المناهج ممكن تنفر، ما هذا سبب. أيضا ما بقى إلا أكون صديق الكتاب، أنا فهد الشمري صديق الخطوط. يا هلا فيك أخوي فهد، حلو أنك تكون صديق الكتاب، أوفى وأروع صديق وأكثر صديق بيفتح لك أفاقة. ناخذ محمد. ألو، يا هلا أخوي محمد، حياك الله من حايا. يا أنا مساء الخير أختي. يا هلا مساء الأنوار. يا لابي بالنسبة للعادات اللي قبل النوم اللي عادتي أنا اللي هي قراءة الكتاب وصلي ركعة وتر على مجلد. أكيد أبغى أعلق على كلام الأخ اللي قبل اللي قال في العادات اللي بغيت تستمر عليها 21 مرة سوى، يعني سوها 21 مرة بالضبط. أقول لك أني أنا الحين أقوم للدوام وصلاة الفجر بدون منبه. حلو، ليش؟ عطنا السبب. عودت نفسي روعة ما استخدم المنبه تماما. صحيح، أقوم على الوقت. صحيح، بس يعني أقوم قبل مثلا 3 دقائق، أتأخر 3 دقائق على الوقت مثلا أقوم الساعة 7. أتفق معاك. أي يعني سلبو زياد زود قبل 3 دقائق أو بعد مثلا 3 دقائق 4 دقائق أقل أكثر. يعني بس ما تتجاوز 5 دقائق. صحيح، هذا هو سبحان الله. ساعات الإنسان لما يعود نفسه على شغلة معينة يقوم حق صلاة الفجر. أيوة، يصير دايركت، سبحان الله ربي سخر له وصير دايركت لشعوريا يقوم قبل، يمكن حتى أو حتى لو تأخر يمكن على الأذان، على آخر الأذان يقوم يلحق صلاته. شكرا لك يا محمد. بالنسبة للقراءة، يعني مثلا أنا عندي قراءة مثلا كتاب أبدأ أسبوع هذا بكتاب مثلا 100 صفحة، مو لازم أخلصه أسبوع هذا. صح، أقسم القراءة مثلا باليوم، لو باليوم 10 صفحات أو أقل، بس أطلع بفائدة بعدين. أني أضغط نفسي ولا أطلع بفائدة. نعم يا محمد، وسجل الفوائد على جنب ورقة خارجية. صحيح، أنا قلت لهم أخوي محمد، قلت لهم 6 دقائق فقط قبل النوم كفيلة
يعني انها تخليك تدخل في نوم عميق وتخلصك من كثير من الضغوط العصبية وبتحس لك كده. كنت اخذت دورة قال لي دورة عن القراءة وكيف تتعامل مع بالاختبارات يعني كيف. نعم. قال لي طبعا المدرس يتكلم باللغة الانجليزية قال 5 and 5 and 5 5 and 5 قلنا ايش معنى؟ قال اجي خمس دقائق خذ بريك دقيقة هم خمس دقائق هم بريك دقيقة او دقيقتين هم بريك هم اجر قسم كذا يقول نعم وانا قلت ما تتعب يعني اكيد وفعلا طبقتها ولا يعني حصلت اني اطلع بفائدة يعني. الله يسعدك يا محمد وهم انا اقول لك شكرا لك وعلى مداخلتك وعلى اتصالاتك دائما ومشاركتنا مع ومشاركتك معنا بطاقة الله يعطيك العافية. طيب دكتور خالد السهلي بتويتر يقول جربوا انكم تعملون تمرين يوغا خفيف عقبة تمرين تأملي لمدة 5 دقائق من 5 إلى 10 دقائق بتعطي نفسك فيها رسائل إيجابية وبتنامون عقبها على طول راح تصحصحون تصحون بشكل ثاني. شكرا دكتور خالد السهلي وبالفعل مثل ما هذه كلها موجودة دكتور خالد في 6 العادات انت شملتها وحتى نورة قالت نشملها نعمل تمرين يوغا خفيف عقبة تأملي من 5 إلى 10 دقائق مثل ما بتسوي أوبرا التمرين التأملي وعقبها نرسل مثل ما بتقول نورة نرسل لنفسنا رسائل إيجابية نتكلم مع نفسنا أنا اليوم سويت شغلي مرة روعة اليوم أنا أبدحت اليوم كانت حلقتي جميلة اليوم الناس استفادوا واستمتعوا معايا حلو ندلع أنفسنا لما نصحى ولما ننام على مدار 24 ساعة ليش لا نفسنا تستاهل خلينا نروح لصديقنا الدائم صبحي جلال ازيك يا صبحي السلام عليكم وعليكم السلام الله يحفظك يا رب تمام ازيك انت يا صبحي والله بخير الموضوع بصراحة جميل جدا ولو بصينا لحاجة بسيطة جدا أول ما سيدنا جبريل نزل على سيد الخلق سيدنا الله محمد عليك. قال له إيه اقرأ فكلمة اقرأ دي يا جماعة دي رسالة رسالة البشرية كلها اقرأ اقرأ تتعلم النهاردة للأسف بقينا في زمن كمبيوتر نت عايز المعلومة تجيني من غير ما اتعب أضرب زرارين جاتني المعلومة صحيح يا أخي ما تقرأها هات لك كتاب وبعدين انا بتمنى يكون في مكتبات تعمل استعاره كتب بحيث اخدها واحط تامين ليها رجعتها نظيفه زي ما محترمه خدت تاميني يعني الكل يستفيد الكل يستفيد الناس ترجع لزمن القرايه ما هو اعتقد ان في موجود معقول ما في ما عندنا مكتبات عامة ما فيش بشوفتش لأن في مكتبات أنا بشوف يعني في أعتقد شارع ما أنا ما بقول يعني عشان يقولوا لي دعاية بس لا لا تديني إعارة وبعدين ترجع تاخد الكتاب مني تاني أيوة أنا ما شفتش أنا شفت مكتبات بتبيع كتب يعني أنا واحد من الناس من مدمنين القراءة والكتابة والحاجات دي والعلم حضرتك وينك يا أمولي القراية والله وصلتني لأني دخلت عالم الصحافة أكيد أساسا يعني كل العالم شو صاروا صحفيين اللي قبل شوفين بالقراءة مع إن أنا مش متخصص بس القراية بتفيد بتديك معلومات الله عليك تتكلمي في الطب في الهندسة في السياحة في الأدب في كذا أنت بتقري كتير اقرأ في أي مجال يعجبك اقرأ الله عليك يا صبحي وأنا جدا سعيدة بهذه المشاركة ومشاركاتك كلها يعني من جد بتبدع وبتثري دائما احنا منك بنستفيد والله يا استاذه الشكر وانا اللي بستفيد منكم ترى على فكره بعد يعني بستفيد من المداخلات اللي مره روعه يحفظكم يا رب ويبارك فيكم وفي الاذاعه ويحفظكم كلكم يا رب شكرا لك يوسف اليامي من بقيق الحين ان شاء الله فدوه تاخذ اتصالك اللي حابين يشاركوا معي في موضوع اليوم عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي على 84 7700 اس تي سي اللي يبون يشاركوا معي يلا على 84 7700 موبايلي 640 660 زين 7462 62 خط هاتفنا المباشر مجاني 012-61-61-100 أيضا صفحتنا بتويتر والفيسبوك على @LFLFFM أتمينة العبدالله A3M4E وشكرا من الأعماق لكل اللي قاعدين يرتوتون لطاقات اليوم حلقة اليوم أو اللي قاعدين يحطون في منشن LFLFFM الورد الموف اليوم حددنا ورد موف كل يوم خلينا نحدد ورد معين اليوم نبدأ بالموف خلينا بكرة إن شاء الله راح يكون الأصفر نجدد من نفسياتنا كلنا لما نشوف هذا الورد يلا أيضا مستحيل يا أمينة أصير صديق الكتاب الدوام ذبحنا اتصلي أبغشكي طيب يلا الحين أتصل عليك مستحيل أصير صديق الكتاب الدوام ذبحنا يعني خلق الأعذار أنا هذه بعتبرها رح نطلع فاصلة فدوى أعتبرها خلق الأعذار يعني إذا تبي تقرأ أنا قلت لك قبل النوم وست دقائق ما تقدر يا معود ماكو أمل يلا رح ناخذ اتصال
عشان الوقت بدا يداهمنا. أوب 56 يلا. ألو. ألو السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف. أي يوسف معك، مساء الخير. مساء الأنوار، حيا الله مستمعينا ببقيك. الله يبقيك طول عمرك، كيف حالك أخت أمينة؟ الحمد لله رب العالمين، تفضل. الله يبقيك طول عمرك. والله صراحة عندي مشكلة من القراءة، مع أني أكثر من يشتري كتب ويحطها عندي في البيت ولا يقرأها. ليش؟ ما أدري، متابع الكتب. لا يعني عارف. ما كوكت أو نوعية الكتب نفسها ثقيلة بتحسها؟ والله أما الكتب اللي اشتريها صراحة يعني ما شاء الله جامدة، ولكن فيه وقت، ما أكذب عليك فيه وقت، لكن لما أجي أفتح الكتاب أشبع فيه يمين يسار، أول صفحتين ثلاث كذا تعجبني الصور وبعدين أسكره وأخليه. طيب إيش رأيك بدل ما يعني أنت لا تأخذ كتب كبيرة ولا تأخذ كتب مملة، كتب يعني بيقرأها ناس مثلا فطاحلة أو ناس خلاص يعني بعالم القراءة بحر، ابدأ خذ لك أشياء خفيفة. وأنا قلت لكم خذوا الكتاب اللي يمكن أنت ما سمعتني في البداية، قلت لكم خذوا الكتاب اللي يناسبكم اللي يعجبكم. خلينا نبدأ بكتاب صغير حتى لو كان 15 صفحة بس يكون حلو، ألوانه حلوة، موضوعه حلو، مواضيعه حلوة، أحبب نفسي. وعلى فكرة يا يوسف، مو بلازم إنك تأخذ كتاب يعني تقرأ كله، اقرأ صفحة بس، ابدأ بصفحة وخلي حط على جنب. عجبك قدرت تكمل صفحتين، كمل الكتاب. ما قدرت اقرأ صفحة اليوم الثاني صفحة، حتلاقيها زي ما قال واحد من الأخوان إنها صارت عادة. بديت حاجة تبغى تمارسها بحتصير عادة. الساعة الفلانية أنا بقعد أقرأ زي ما قلت لك قبل النوم، كل يوم نص صفحة أو صفحة يلا، وأزيدها كل مرة أزيدها، النص صارت صفحة، صارت صفحتين وإلى آخره. والله يوفقك، وبكرة تقول لي أنا صرت أمينة ما أقدر أشيل الكتاب. والله يا أمينة أنا عندي كتاب الحين في السيارة، أنا أروح في السيارة أسرح الدوام أشيله معي السيارة وأرجع البيت أنزل. طيب السيارة شوف يوسف، في البيت يوسف لأن الوقت دهامني، الدوام ما عندك دقيقتين فاضي فيها؟ لا تقنعني إنه ما في. في عندي والله بريك، عندي ساعة. طب الحين عندك بريك؟ عندي بريك. طب لو سمحت تقفل السماعة الحين وتمسك الكتاب، بكرة اتصل قل أمينة أنا قرأت على الأقل نص صفحة، وقل لي شنو اللي قريته، أبي أعرف منك شنو اللي قريته. بكذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية مطاف حلقتنا لليوم، يعني من جد أحمد الثنيان شكرا لك يا رب، اللهم آمين، ويحبب خلقه فيك أيضا أخوي. جدا سعدت بمشاركاتكم بتفاعلكم معي اليوم بست عادات رائعة بيقوم فيها أنجح الأشخاص قبل النوم على مستوى العالم. أشكر كل الأبطال اللي ساهموا بريتويت حلقة اليوم عبر تويتر، واللي ساهموا أيضا معايا في حلقة اليوم عبر الاسمسز، وأيضا مشاركاتكم الهاتفية. وأكيد الشكر أيضا للبطلة زميلتي فدوى بوغس من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. كنت معكم أمين العبدالله، نطروني بكرة في نفس الحزم الساعة 12 الساعة الواحدة ظهرا، فمان الله.